استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى في قصر الصخير عددا من كبار المسؤولين ومعالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية ورؤساء المآتم والهيئة العامة للمواكب الحسينية، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء موسم عاشوراء، حيث رفعوا إلى جلالته أيده الله عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم على توجيهات جلالته السامية لمختلف الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات والتسهيلات خلال مناسبة عاشوراء في إطار ما تكفله المملكة من حرية لإحياء جميع الشعائر الدينية وما تتميز به من روح الأسرة الواحدة التي تجمع كافة أبناء البحرين، كما أعربوا عن تقديرهم للمكرمة الملكية السامية التي تحظى بها سنويا الجمعيات الخيرية والمآتم والروضات الحسينية. وأثنى جلالته على الجهود الطيبة التي يبذلها رؤساء المآتم الحسينية في إحياء المواسم الدينية والإشراف على تنظيم شعائرها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وقد تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به تجمعنا هذا تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ عمر محمد مظفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اللقاء بجمعكم الطيب بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء وختام مراسم إحيائها التي تأتي في شهر الله المحرم بما يحمله من فضائل وبركات، تعظيما وتكريما لقيم شريعتنا السمحاء الداعية للمحبة والتآلف والاعتدال والتسامح، ولكل ما يجمعنا على كلمة التوحيد، حيث لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، إن البحرين باحتضانها وتوقيرها وحمايتها للحريات الدينية بشعائرها المختلفة تعبر تعبيراً صادقاً عن رحابة مجتمعنا وقدرة بلادنا على التعايش المتحضر في ماضيها وحاضرها، والتي ستبقى كما نريد لها بعون من الله تعالى واحة إخاء ومنارة سلام لأهلها ولجميع ضيوفها.
ولا يفوتنا هنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكافة المعنيين، ونخص بالذكر رؤساء المآتم والمواكب الحسينية على حسن متابعتهم لمناسبة عاشوراء وإتمامها بما يليق بمكانتها، حيث جاءت محققة لأهداف إقامتها وأحيائها باستذكار مآثر أهل البيت الكرام، وبالتأكيد على أهمية حمل أمانة الدعوة المحمدية بالحكمة والموعظة الحسنة، وبإرساء الكلمة الطيبة في رحاب المنابر من أجل رفعة الدين وخير الوطن. ولقد تابعنا بكل ارتياح ما قامت به الأجهزة الحكومية كل في مجاله من جهود حثيثة ومتكاملة لإحياء ذكرى عاشوراء على الوجه الأكمل. وأحسنت وزارة الداخلية في تقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية التي أحاطت الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأريحية، وكما هو العهد بالبحرين على مرور الأزمان. ونود في هذه الفرصة الطيبة أن نكرر الشكر والتقدير للجميع، وأن نعرب فيها عن تمنياتنا بالتوفيق والسداد لرئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنية والجعفرية في حمل مسؤولياتهم خلال دورة العمل الجديدة لخدمة بيوت الله ورعايتها، وتنمية الوقف الإسلامي وسبل الانتفاع به تحقيقاً لمقاصده الشرعية النبيلة. وختاماً نسأل الله لنا ولكم أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا وتوحيد صفوفنا ورفعة شأننا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه سميع مجيب الدعاء. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، يتشرف السيد يوسف صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، إن هذا اليوم ليس كمثله من سائر الأيام، يوم معطر بأريج لقاء جلالتكم مع نخبة من أبناء شعبكم الوفي في رحاب قصركم العامر دائماً، مجددين الحب والولاء للوطن والقائد، ومجتمعين على الخير دائماً وأبداً، شعباً واحداً متكاتفاً في ظل قيادتكم الحكيمة. صاحب الجلالة، يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية وكافة منتسبيها ورؤساء إدارات المآتم والمواكب والفعاليات الحسينية في محافظات مملكة البحرين،
أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التقدير والامتنان والشكر والعرفان على ما تولونه جلالتكم حفظكم الله من رعاية وعناية واهتمام بدور العبادة والمناسبات الدينية، ولا سيما مراسم إحياء ذكرى عاشوراء الخالدة، والتي تكللت بفضل توجيهاتكم الكريمة بالنجاح والتميز وحسن التوفيق. واسمحوا لنا يا صاحب الجلالة أن ننتهز هذه الفرصة لنثمن التعيين السامي من جلالتكم لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، راجين أن نكون أهلاً لهذه الثقة، معاهدين الله سبحانه ومن ثم جلالتكم على بذل قصارى الجهد لتأدية شرف الواجب والمسؤولية بكل أمانة وصدق، والعمل بكل إخلاص ووفاء بما يرضي الله سبحانه، مستمدين من ثقتكم السامية الدعم والقوة والسند والعزيمة. صاحب الجلالة، كما نتشرف أن نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والاعتزاز إلى مقام جلالتكم لتفضلكم بتوجيهاتكم بصرف المكرمة الملكية السامية للمآتم والروضات الحسينية جرياً على عادة جلالتكم الحميدة في كل عام، حيث تأتي هذه المكرمة في إطار مشاركة شعبكم الوفي في مناسبة عاشوراء. في مناسبة عاشوراء الخالدة وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، منتهجين خطى أجدادكم وآبائكم الكرام على مر العصور وما توارثوه من تعاهد ورعاية خاصة لمناسبة عاشوراء كابرا عن كابر، متقلدين من أسلافكم الكرام شرف رعاية هذه المناسبات العظيمة، ومستلهمين من عبق هذه الذكرى وقيم أهل بيت النبوة معاني التضامن والأخاء والتآلف وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل قيادتكم الشامخة وعهدكم الزاهر حفظكم الله. كما نرفع فائق الشكر والتقدير إلى حكومتكم الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، على دعمهم ومساندتهم ومتابعتهم الدائمة لشؤون المناسبة. صاحب الجلالة، لا شك إن توجيه جلالتكم وما تولونه من رعاية كبيرة للشعائر الدينية في بلدنا الحبيب قد هيئت السبل لنجاح هذا الموسم، إذ سخرت كل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة جهودها لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات على أكمل وجه، التي ينشدها الجميع والتي تعكس ما تميزت به مملكة البحرين عبر تاريخها العريق من تعايش ووحدة وطنية وتآلف مجتمعي. وإننا يا صاحب الجلالة محظوظون في مملكة البحرين بقيادتكم الحكيمة التي جعلت من هذه الأرض الطيبة موطناً وموئلاً للتعايش والتسامح والأمن والسلام، لا سيما في خضم هذا الاضطراب التي تموج به كثير من مناطق العالم. فالجميع والحمد لله يمارس شعائره الدينية بيسر وسهولة في ظل توجيهاتكم ورعايتكم الكريمة. وفي هذا الصدد، فإننا يا صاحب الجلالة نثمن عالياً توجيهات جلالتكم الدائمة ومتابعاتكم الشخصية
وتوجيهاتكم الكريمة لوزارات الدولة. وفي هذا الإطار نخص بالشكر التعاون الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية بإشراف مباشر من وزير الداخلية معالي الفريق الأول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ومتابعة المحافظات لتأمين المشاركة الغفيرة والواسعة من المواطنين في إحياء هذه الذكرى بأمن وأمان واطمئنان، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية وتوفير خدمات الدفاع المدني وشرطة المجتمع وتقديم سائر الخدمات الأمنية التي تتطلبها هذه المناسبة. كما نشيد بجهود وزارة الصحة وحرصها على المشاركة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمشاركين في إحياء هذه المناسبة من خلال عيادة الإمام الحسين الطبية المجهزة بأحدث الكوادر والأجهزة، إضافة إلى جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتعزيز النظافة في مختلف المناطق مع استمرار وتوسع المبادرات البيئية، بالإضافة إلى جهود وإسهامات هيئة الكهرباء والماء. فلقد كانت الأجهزة الحكومية الأمنية والخدمية تعمل كخلية نحل طوال الموسم لتأمين سلامة وخدمة المشاركين على مدار الساعة، والتي جسدت عمل الفريق الواحد الذي حقق إنجازاً متميزاً. صاحب الجلالة، بتوفيق من الله سبحانه وتوجيهات جلالتكم، حققت إدارة الأوقاف الجعفرية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية نجاحاً كبيراً في تنظيم هذا الموسم، حيث عقدت الإدارة اجتماعات تنسيقية مع جميع المآتم والحسينيات والمواكب وهيئات العزاء في جميع مناطق المملكة بمشاركة ممثلي جميع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما قامت الإدارة بتدشين مركز خاص لتوزيع الخدمات التموينية، فضلاً عن التوسع في مبادرة خدمات النقل الجماعي التي خدمت آلاف المعزين من وإلى خارج العاصمة، مما انعكس إيجاباً على انسياب الحركة المرورية وسهولة التنقل، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المجتمع والفعاليات المختلفة تجسيداً للشراكة المجتمعية. صاحب الجلالة، ختاماً لا يسعني إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، راجين الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبات على جلالتكم وحكومتكم الموقرة وشعب البحرين الكريم بالعزة والمنعة والوحدة، وأن يتم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار. ودمتم يا صاحب الجلالة بعون الله سالمين موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتشرف الآن السيد محمد هادي الحلواشي بإلقاء قصيدة شعرية أمام جلالتكم. يزين الشعر منك الجود والكرم، يزين الشعر منك الجود والكرم، وهالة المجد والأخلاق والشيم، وثاقب الرأي في حلم تزينه شمس الهدى والندى والعز والشمم، فيرتقي الشعر من تلقاء ناحية منكم بها ينتشي القرطاس والقلم. وقد أقول من الأبيات قافية، لولا معانيك فيها مسها السأم، تجددت منك روح الشعر ثانية وأزهرت منك في ساحاته الأكم، واخضوضر الحرف بعد الجدب في لغة شماء
لم تدن من عليائها القمم تكاد من رفعة ألا ترى أحدا إلا كإذ أنها بالمجد تلتئم. ها قد أتتك أبا سلمان قافية غراء من كوكب الإبداع تنتظم، جاءت وفي حرفها الموزون أبهة يغار منها ومن إيقاعها النغم. غراء لم تخل منها أي ناحية من الجمال وفيها الحسن يختتم، ما غير الدهر منها حسن صورتها ولم يصب حسنها ضعف ولا هرم. تكاد من رقة تنساب ناعمة كالفجر عند ابتسام الصبح يبتسم، تطوي فيا في القوافي غير عابئة إلا بذكر الذي بالخير يتسم. الباذل الكف من تلقاء فطرته كأنما كفه بالجود يتخم، يزداد بشرا إذا حطت بساحته الضيفان لم يقترب من رحبه البرم. ما جاء ذو عسرة يوما لساحته إلا وفر على أبوابه العدم. يهمي سحابا ثقالا غير مثقلة بالمن لكن همت من كفه نعم، كأنما البحر في بطنان راحته وجوده الموج بالخيرات يلتطم. كأنما البحر في بطنان راحته وجوده الموج بالخيرات يلتطم، ولم تزده العطايا غير مكرمة ولا تأخر فهو العارض العرم. كلتا يديه يمين حين تسأله وكل أنملة من كفه ديم. طلق المحيا بشوش من بشاشته كل الصعاب برأي منه تنفصم. تزين منطقه السامي تجاربه وهمة لم تطق علياءها الهمم. ذو حكمة وأنات غير أن له كف تسارع بالخيرات تلتزم. ذو حكمة وأنات غير أن له كف تسارع بالخيرات تلتزم، وإن أتيت له في أي معضلة من صائب الرأي منه العي ينهزم. أعطى وجاد وما أكدى وما برحت كفاه تهطل حتى أينع الحلم، وأورق الأمل المنشود من يده واخضل وجه الثرى بالورد يلتثم. فبابه الخير من حطت رواحله به فقد عمه من جوده أمم. أحييت ذكر حسين في مواكبه حبا لطه وكل الخير حبهم. آل النبي وحسب المرء مفخرة بأن في حبهم حب لجدهم، وقد أتى النص في تبيان فضلهم وحيا ولم يكتنف تبيانه الوهم. وسرت سيرة أجداد لكم حمدت يحث خطوك فيها البر والقيم. لذا أتيتك يا مولاي في لغة غراء عصماء حثت حرفها الحكم، ولم تغادر من الأبيات قافية إلا وأنت بها الميزان والحكم. وجئتكم يا أبا سلمان تسبقني 20 عاما بشعر منك ينسجم. وما ترددت يوما
عند محتفل لولا أياديك لم يخضع لي الكلم ولا أفاء علي الشعر من لغة لها القصائد والأبيات تحتكم فصغت من شامخ الأمجاد قافية وأنت في حرفها الطغراء والعلم أكاد ألمس أجواز السماء بها فخرا أكاد ألمس أطراف السماء بها فخرا لأني بها قد صرت قربكم ما غير الدهر مني صدق قافيتي ولا تنكر لي في خطها قلم كم حلقت بي بعيدا في محبتكم وكم نطقت بها ما ليس يتهم تنساب عفوا كنبع الماء صافية ولم يصبها برغم الكثرة اللمم شوقا تسابقني بالشكر صادحة وأسمعت كلماتي من به صمم شوقا تسابقني بالشكر صادحة وأسمعت كلماتي من به صمم لم يسعف الشعر شكري غير أن به في كل حرف معاني الشكر ترتسم ما الشكر في حقكم إلا القليل لذا في كل سانحة للشكر يغتنم شكرا جزيلا أبا سلمان ما نبضت مني العروق وما أحياني النسم ما عشت سوف أغني باسمكم أبدا شعرا تصيح له الأعراب والعجم وسوف يأتيك شعري كل آونة سعيا على الرأس إن لم تسعف القدم وسوف يأتيك شعري كل آونة سعيا على الرأس إن لم تسعف القدم دامت بحكمتك البحرين آمنة يرف فيها لواء حفه السلم ودمت بيرقها العالي وقائدها ويظفر المرء إذ بالله يعتصم ودمت بيرقها العالي وقائدها ويظفر المرء إذ بالله يعتصم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تشرفنا اليوم بلقاء سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبهذه المناسبة أحب أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأمين على الدعم المتواصل اللي يقدمونه للمآتم والمواكب الحسينية والتوجيهات الكريمة لكل وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم كافة التسهيلات إلى المواكب الحسينية. اليوم تشرفنا باجتماع مع جلالة الملك وتوجيهاته الموسمية اللي كانت، وكان الجميع يشكر على هذه التوجيهات اللي صدرت من سيدي جلالة الملك، وإن شاء الله هذه كل سنة وكل سنة الله يعود الجميع، وكل الترتيبات اللي كانت في موسم عاشوراء على أحسن وجه ما قصروا وزارة الداخلية والجهات المسؤولة في الدولة. نشكر جهة الملك على المكرمة السامية في كل عام، والحمد لله نشكر الجهاز الدولة والمسؤولين خصوصا وزير الداخلية ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية. نشكر جلالة الملك على دوره الكبير في تعزيز اللحمة الوطنية وعلى دعمه الكبير لإحياء موسم عاشوراء أبا عبد الله الحسين، أن الدور الذي يقوم به جلالة الملك
يلقى ترحيبا واسعا من مختلف مدن وقرى مملكة البحرين. أننا اعتدنا في كل سنة أن نلتقي به ونشكره على هذه المبادرة الكبيرة. المبادرته تعد نموذجا في المنطقة، وأنا أعني ما أقول، فكلمة الشكر هي لا تفي بحقه، ونتمنى إن شاء الله أن هذا الدعم يستمر إن شاء الله في الأعوام القادمة. حقيقة أنه موسم انتهى بحمد الله على أتم وجه، وكانت توجيهات جلالة الملك الله يحفظه هي أساس إنجاح هذا المشروع وهذا البرنامج الحسيني الخالد. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعيدها في كل عام. تشرفنا في عصر هذا اليوم بمقابلة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي عود شعبه الكريم باستقباله والوقوف معه في كل المناسبات. وبمناسبة عاشوراء الحسين عليه السلام، جاءت المآتم والمواكب في هذا اليوم لتقدم إلى شخصه الكريم الشكر والامتنان والعرفان لتواصل المسيرة المباركة الخيرة في إقامة الشعائر في كل عام في سهولة ويسر، ودعم مباشر من كافة الأجهزة التي يوجهها جلالة الملك لخدمة المواطنين والمقيمين والوافدين. تشرفنا بهذا اللقاء الأبوي الحميم مع جلالة الملك لرفع الشكر، شكر جميع المآتم والمواكب الحسينية إلى جلالته على كل الخدمات والدعم التي قدمته جميع الوزارات الحكومية والخدمية إلى موسم العاشوراء هاي السنة. والحمد لله الموسم كان ناجح وكل شيء كان على ما يرام. يعني نقدم شكرنا وامتناننا وثناءنا لجلالة الملك المفدى على ما تقدمه حكومة جلالته من دعم ومساندة لتمكيننا من أداء ما نعتقده في حب أهل البيت، ونحمد الله على ما أنعم وعلى جزيل ما أسبغ أن حبان الله في هذا الوطن بملك كريم شجاع همام همام تشرئب له الأعناق حبا وكرامة. كان اللقاء عبارة عن شكر وثناء من جلالته لأبنائه من شعب البحرين الوفي لما قاموا به من جهود جبارة في الحفاظ على السلم الأهلي والمواطنة الصالحة وإبعاد المنابر الحسينية عن كل ما يثير أي نعرات طائفية أو شأن سياسي يعكر صف أجواء البحرين. وكانت توجيهات جلالته هي نبراس النهج اللي انطلقت منها جميع مآتم البحرين في الوحدة الوطنية والانتماء الوطني.